اولا السلام عليكم وشكرا على الدعوه ديالكم. انا سميتي رداني محمد، مدير كاستينغ، ممثل ديريكتور ارتستيك دي فيستيفال. بالنسبه لي لهذا الفيلم هذا انا مدير كاستينغ وكذلك عندي الشرف اللي مثلت فيه. بالنسبه للتورناج عندنا مزيان مع اسماء وزينه اللي كانت بحال الخياري، بحال محسن مالزي، بحال الرقاقنه، بحال فتيحه وتيلي، بحال قلتي خي ابراهيم، قلتي الشوبي، الا قلتي ممثلين في المستوى اللي كانوا معنا في الفيلم. المهم مع منصف مالزي ترتاح في التورناج ديالك. دوزناه كعائله، المهرجان هذاك الفيلم قعدنا كعائله بعضياتنا، ما لقينا لا مشاكل في حتى حاجه الحمد لله، ونتمناو الجمهور يحج بكثره لهذا الفيلم، حيت الفيلم تعبنا فيه وخدمنا فيه ليل ونهار باش نعطيو للجمهور شي حاجه زوينه. الدور ديال سي محمد؟ الدور ديالي كوميك، ديال واحد بحال قلت خدام في المرسى هذاك ديال الترانزيت جاي يجيبوه، غيجيني الشوبي وهو الخياري بغى يشدوا فيا بالعربيه، على واحد غنمشي واحد الكاميو خصنا نديو الماتريال ونديو الناس ويشدوا. حنا درنا بكوميك، حنا بثلاثه لعبنا كوميك في هذا الدور هذا اللي غتشوفوه دابا ان شاء الله وغادي يعجبكم 100%. كيفاش حضرتي لهذا الدور؟ الدور كان ديال كيفاش حضرت ليه، شفت بعض الافلام اللي تيدعو على هذا الدور هذا، وكذلك مع منصف مالزي وبالتعاون ديال الخياري والشوبي عطاوني فكره مزيانه اللي كنت، كذلك الكاستينغ اللي درت انا درته للممثلين ماشي الفيكراسيون ديال الممثلين. انت مدير ديال الكاستينغ، درتي الكاستينغ الممثلين كان الاختيار زوين بحال فتيحه وتيلي، انا عيطت لها على قبل دارت هي مرت الخياري، الاستاذ الرقاقنه، كثير الممثلين انا اللي اختاريتهم بمجيج ديال منصف مالزي اللي اخ ديالنا وصديق ديالنا ومخرج في المستوى، والحمد لله كل شيء كان في المستوى. كيفاش كان الاختيار؟ واش اختيار كان خديتي الممثلين هذو اللي يعني اللي بديكم يعني بحال اصدقاء ديالك، او لا على حساب الادوار وتقنيه الادوار؟ لا ما كانش اصدقاء في العمل، وهو الناس اللي تعرفهم غيخدموا، حتى انت ملي تدخل واحد الغول خصك المدير كاستينغ تقرا السيناريو، ملي تقرا السيناريو تعطي لي غول تدير بلان 1 بلان بي بلان 3، تقدر تاخذ ثلاثه ديال الناس في دور واحد، ولكن هكا يبقى الاختيار للمخرج، وكذلك يقدر يكون واحد مسالي واحد ما مساليش، الا سالا هو تناخذو، هذا هو الادوار اللي تندير. الممثل اللي اخترتيه في الكاستينغ واللي جيتو في الكاستينغ وما تختارش يعني ممثل بينه؟ تتوقع وي يقدر اما ما يتختارش او عنده مشاغل اخرى. شكون هذا الممثل اللي كان غادي يكون معكم وما تختارش؟ لا كانوا ممثلين اللي كانوا غيكونوا ولكن عندهم اعمال اخرى. ماشي. بحال اسميتو فلان كان عنده عمل اخر، كان ولده تا هو عنده عمل، كان ذاك الوقت اللي غنصوروا فيه كانوا خدامين، مكوار تا هو كان خدام، من جمله الناس اللي كانوا معنا وكانوا خدامين. سهولة لقيتوا البديل؟ هي علاش دير بلان 1 بلان بي؟ لابد دير 4 الناس و5 الناس باش الا ما كانش هذا يكون هذا. هذا هو الدور ديال مدير كاستينغ الفري. شكرا لك.